هو ايه الصوت الغريب ده؟ هو مش المفروض انا قاعد في البيت لوحدي وهما الناس دول راحوا الشغل والولاد راحوا المدارس؟ امال مين اللي ماشي بالصوت ده؟ ايه يا نهار ابيض، لا يكون حرامي. لا خلاص مش عايز حاجه منك، انا قلت لك اصلا ما تجيبليش بسكوت، شيله بقى من قدامي، انا مش عايز منك حاجه. ايه ده، وانا كل ما اقول لك تعالى العب معايا مفيش غير شويه الالعاب دول اللي تجيبهم؟ طب شيلهم يلا، انا مش عايزهم، هات حاجه تانية. بقولك ايه يا عم كلب، ينوبك ثواب فيا وفي عيال الغلابه دول. ما تعرفش اي مكان يكون فيه اكل يكون قريب من هنا؟ انا بقالي 3 4 ساعات بلف ومش لاقي حاجه. لا ما اعرفش، لو اعرف مش هتاخر عليكي. يا دي العيال ووجع الدماغ بتاع العيال. يا ابني اقعد بقى، يا ابني اقعد بقى، حرام عليك فرهدتني. حرام عليك، مش كده، بقالك ساعتين عمال تلف، زهقتني، كفايه كده بقى، كفايه. ياه، كل مره نفس القرف ده، انا مش قلت لها 100 مره شيل الستاره دي من قدام الفتحه اللي انا بعدي منها؟ انا مش عارفه اعدي واتحشرت كمان. ايوه يا ستي شديني يلا، عايزه اعدي بسرعه، هيلعبوا من غيري، اليوم خلص. ليه كده؟ بعد كده تشيليها، ما تسيبهاش كده تاني. يلا مع السلامه. اهي دي الالعاب الممتعه ولا بلاش؟ يلا بسرعه، رجعني بسرعه تاني. يلا يا عم زحلق. الله، كمان مره بقى، بس اوعى تكون دي حركه وبتخدعني بيها ومش بتلعب معايا ولا حاجه وبتنظف بيها الارض، ده انا ازعل قوي. انا فاكره ان انا طلعت من الشباك بس كنت باصص لقدام، اجرب كده ارجع لورا؟ انا خايف قوي، وانا الف ازاي؟ المكان ضيق. يلا هكمل لورا وخلاص. ايوه كده. صباح الخير، ازيكم؟ انا اول مره اشوفكم في الجنينه، ممكن تيجي تلعبوا معايا؟ انا بلعب لعب جميل ومسلي، شايفين؟ ايه ده، انت هربتوا ليه؟ تعالوا تاني. يا عم بطل كلام بقى، انا عايزه انام، صدعتني. انا كل ما عينيا تخطف في النوم تصحيني. يا عم ابعد عني، انت مالك؟ انت حاطط رجليا في بقي ولا حاطط ايديا في بقي؟ ما كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، انت شريكي، ما تسيبني. يا جماعه اللي هنا، حد يرد عليا. ايه ده، ايه ده، انت يا استاذ ما تعرفش صاحب المكان ده فين؟ لا مش موجود، امشي ولما يبقى يرجع نبقى نقوله ان انت جيت. يلا مع السلامه. يا بصل على الصبح، كفايه كده، حرام عليك، انا عينيا وجعتني وانت كل يوم بصل وتوم، ما تشوفي اكل تاني غير ده. هما فاكرين يعني لما احب اهرب هغلب يعني؟ ايه يعني، السور مش متظبط، برضه همشي، وهو لوني ماشي مع لون البيت فمحدش هيشوفني وانا بهرب. اخيرا، خلاص يا ستي جبتها لكم اهي، محدش بقى يضيعها تاني، روحت جبتها من وسط البحيره. ايه ده، دواء؟ قلتلك لا، طعمه وحش وكمان ريحته وحشه. فكرتك يا شيخه داخله عليا بسمكه ولا حاجه. وايه ده كمان، برضه نوع تاني؟ لا مش عايزه. ودي ايه دي كمان، جايب لي بطه بلاستيك بتحطها مكاني؟ يعني خلاص للدرجه دي؟ مش ده المكان اللي انا بنام فيه؟ اتفضل يلا شيلها، يلا شيلها. ايه القرف ده، ما عادش تجيب الحاجات دي تاني هنا. هو انت تعال، مش هسكت لك، انا مش هسكت لك، انت فاهم؟ اهو انت برضو تاني كده. خلصت كل اللي انا عايز اعمله، يلا بقى ميعاد ان انا اعدي الناحيه التانية. بس انا هفضل كل مره كده اتنطط، انا زهقت. طب ايه الحل؟ ابص كده يمكن مكان تاني اعدي منه. طب لا اشغل دماغي. طيب طب اعدي من هنا اسهل. انا فاهمك، انا اوعى تعمل حركه الغدر دي، اوعى كده. بص انت، انا اللي جبتها. لا انا اللي جبتها الاول، لا انا اللي هقوله ان انا اللي جبتها الاول، انتوا ماسكين معايا ليه؟ صباح النور يا معلم، اللي جاي ورايا ده صاحبي ميشو، دخله امان يا ميشو، ادخل. هو مش المفروض مدينا ميعاد الساعه 3 وقايلين اتعدوا عليا؟ ليه بقى اللي اخره؟ اصبر عليه يا عم، يمكن بيتغدى. ايه ده يا اسطى، في ايه؟ بالراحه شويه، مالك ميشو؟ انت ايه اللي جابك هنا، في حاجه ولا ايه؟ انا مش قلت لك ما تجيليش هنا على البيت تاني؟ الراجل ده غبي، ممكن يضايقك، روح وانا جاي وراك، ما تخافش مش هتاخر، انا جاي. يا سيدي ما انت من الصبح عمال تسالني وبقول لك ما اعرفش عنه حاجه، انا ما شفتوش من امبارح. مش يمكن انت كلت وانت ناسي؟ هو لازم يعني عشان انا شفته ابقى انا خدته؟ ده ما كانش كوز دوره، ده فيه ايه بالظبط؟ تعالي تعالي، انا متهيالي ان هي دي المستشفى، انا شفت الراجل بعد ما خاطه طلع يجري وخده ودخله هنا. تعالي بسرعه يلا، اطلعي تعالي ندخل نطمن عليه بسرعه. ما احنا اصحاب يا عم، انا كمان بحبك، بس مش كده يعني، كفايه تلزيق، انت بتستخفي نفسك ليه يا عم؟ حرام عليك، مش كده، انا وشي كله لزق، رب بيت دي صحوبيه يا جدع. ايه ده، والله ما عملت حاجه، انت بتجري ورايا ليه؟ انا بقول لكم ما عملتش حاجه. ايه ده، انتوا بتجروا ورا بعض؟ خوفتوني وقعتوا قلبي. ما تجروا في حته تانية يا عم، انتوا مش لاقيين غير الحته اللي انا واقف فيها وبلعب فيها. يعني انا مش كفايه عليا ان انا اسود، كل عيالي يطلعوا سود؟
يلا مجموعة سواد الليل تجمع. ماشي يا صاحبي، انا بقى كتير برضو ما خرجتش معاك. الساعة 12 هتلاقيني مستنيك في المكان والميعاد اللي اتفقنا عليه. المهم انت خلي بالك على نفسك. يلا سلام انت يا صاحبي، في امان الله، مع السلامة. ها ولا يهمني، انت فاكر ان انت كده بتضايقني لما تحط له اكل؟ يعني فاكرني ان انا هنسى كل اللي انت بتعمله معايا واجي تاني واصالحك بسهولة كده؟ انت رجعت يا زميلي؟ طب هاو، ايه الاخبار؟ وافق ان هو يرجعني الجنينة؟ اه انا كلمته وقال ان هو موافق وكل حاجة، بس لما يصحى من النوم بقى عشان لسه راجع من الشغل وتعبان. طب من خليه يروحك النهاردة. الله، ايه ده، حيوانات من اللي بتعيش في الجليد. ازيك، عامل ايه يا صاحبي؟ انا اول مرة اجي هنا، احنا لسه ناقلين النهاردة، بس انا عجبني اوي الجو. انت عامل ايه؟ بقالي يومين اتحايل عليه واقوله مش هسيب المزرعة. انا عايش مع الحيوانات هنا وهفضل مع الحيوانات هنا، انا كده مستخبي ومتداري في وسطهم وهو مش عارف يطلعني، ودي فكرة حلوة اوي. لا لا ما تخافش من شكلك، انا قاعد هنا بس اتشمس. انت هتعض ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عايز اعدي. انزل انزل. قال جاي واقف لي في الطريق، ما لقيتش غير المكان ده. حان وقت التسلل. ايه ده، هو الطبق مش طالع لفوق ليه؟ وانا دخلت من تحت المفرش. ايه ده الغباء ده، انا كده خلاص اتقفشت. خلاص بقى، انت نايم هنا ولا على بالك؟ دول بيوزعوا وجبات مجانية عند البوابة اللي ورا. انت بتقول ايه؟ انا جاي معاك. بس يا ستي بقى، انا مش هلعب معاكي، انا كده كده مخاصمك عشان انا بقالي يومين بتحايل عليكي تطلعي تلعبي معايا بره الميه، وانت اللي مش راضيه. انا بنزلك ديلي جوه الميه وانت مش راضيه تطلعي تلعبي معايا. ايه الدوشه دي؟ مين ده؟ ايه يا عم انت في ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ مزرعه ابكار ايه اللي هنا؟ مفيش ابكار هنا. روحي يا عم الله يسهلك. بقولك ايه، ما تطلعي تلعبي معايا شويه. انت هتعضيني؟ طب ايه رايك بقى، انا هشيلك من حوض الميه ده واحطك في حوض بالزيت والليمون، بس على النار بقى يا حلو. ايه ده، ثعلب، تعال هنا تعال هنا، انت الفرو بتاعك ده مهم جدا، تعال هنا، لازم اقبض عليك، مش هسيبك همسكك. يا ده انت هتجيب لي فلوس كتير قوي، تعالى. ده انا هاخد الفروه بس وهسيبك تمشي. مالك يا اسطى، في ايه؟ انا مش عارف ايه ذوقه في اختيار الحيوانات اللي بيربيها في البيت دي. بقى في حد بيربي حيوان زي كده في البيت؟ يا عم ابعد عني بقى، انا قرفت منك. الله يا شيخة بقى، بطلي رغي، وجعت دماغي، يعني اطلك من رجلك دي ولا اعمل فيك ايه؟ ابعدي عني بقى، انا عايز اقعد لوحدي وارتاح. ايه ده، برضو جاي ورايا، ايه القرف ده، ابعدي عني. بقول لك ايه يا صاحبي، انت لازم تهرب بسرعه، انا سمعته بيتكلم في التليفون مع اصحابه وبيقول لهم ان هو عازمهم على الغدا عنده النهارده على وليمه كبيره جدا. انا خايف لتكون انت الوليمه. يلا نهرب بسرعه. خلاص يا عم قوم بقى، انا فطست خلاص، حكيت لي حكايتك خلاص 10 مرات وعرفنا ان انت يتيم ومالكش اب وام. قوم بقى، مش قادره اتنفس بجد. انت رايح فين؟ شيل بقك ده، هو ده اكلك؟ روح شوف اكلك فين. ايوه بقى كده اسحبي، انا خلاص جاهزه اهو، بالراحه بس لا تقلبيني. مش كنت تجيبي حاجه اوسع شويه؟ كابتن كابتن، انا بس عايزه استاذنك اعدي الناحيه التانيه، عايزه اروح بيتي بس قبل ما الدنيا ما تليل. يعني مش هضايقك ولا حاجه، ما تخافش مش هدوس فيها. معلش انا اسف انا اسف.